أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد عبر حديث الصحافة، نطالع فيه أبرز الأخبار والتعليقات السياسية عن الوضع اليمني، إضافة إلى إطلالة سريعة عن أبرز أحداث المنطقة العربية. ونستهل أخبارنا بأخبار الصحف اليومية، والبداية من صحيفة أخبار اليوم. أخبار اليوم دبلوماسي: الرياض تشعر أن حكومة الوفاق تتعامل مع توسع الحوثي بتكتيكات النظام السابق، ويؤكد محاولة أحمد علي فتح خط مع الرياض والأخيرة قطعت الطريق أمامه. 14 أكتوبر وزير الدفاع: القوات المسلحة لن تنجر وراء المكيدات السياسية والحزبية. الجمهورية: رئيس الوزراء يشدد على الالتزام بمبدأ الكفاءة والتميز في قرارات التعيين بالوظيفة العامة. الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود رصد 207 حالات اعتقال غير قانونية. المواقع الإخبارية كانت أبرز عناوينها. الأهالي نت: نتائج التحقيقات الأولية مع المعتقلين على ذمة محاولة الاستيلاء الثانية على وزارة الدفاع تثبت تورط قيادة الحرس الجمهوري في التمرد. هارتس الإسرائيلية: إيران وإسرائيل حلف أبدي. نجد الرئيس الانتقالي يترأس اجتماع ألويات الحماية الرئاسية بدون قرار معلن. التغيير نت: هادي: لا تمديد للفترة الرئاسية ولا تعديل وزاري على حكومة الوفاق. أجهزة الأمن اليمنية تحبط محاولة تهريب مخدرات إلى السعودية. اللجنة المشكلة لإعداد مسودة قانون الإعلام المرئي والمسموع تنهي عملها. الصحوانت: اتفاق بين القبائل والحوثيين بحجة يقضي بانسحاب الحوثيين من الشاهل ورفع النقاط. مصدر دبلوماسي: هادي سيتغيب عن قمة عدم الانحياز بطهران ويأمر بتخفيض تمثيل اليمن. الاشتراكي نت: بن عمر يعود لليمن إثر ما خوف لدى رعاة المبادرة من انهيار التسوية السياسية. المصدر أونلاين: هود: سجناء لا يحصلون على حقوقهم إلا بعد دفع رشاوي والتعامل معهم على أساس من يدفع أكثر. السعودية تعلن إحباط مخططات إرهابية واعتقال خلية يتزعمها سعودي وتضم 6 يمنيين. عدن أونلاين: الحوثي يشتري أراضي شاسعة في العلم بين عدن وأبين في إطار توسع لتثبيت إقدام طهران على خليج عدن ومضيق باب المندب. نازح أبين يعودون إلى منازلهم والحياة تدب في زنجبار بعد وصول الكهرباء والماء وافتتاح الأسواق. مصادر: أحمد علي يلتقي بقياديين جنوبيين ويزودهما بمبالغ مالية كبيرة وشاحنة كانتينر مملوءة بالمعدات. وكالة الأنباء اليمنية سبأ: الأجهزة الأمنية تضبط 354 متهما على ذمة جرائم وقضايا جنائية مختلفة خلال إجازة العيد. ومن أبرز أخبار اليمن في الصحف العربية نطالع: عكاظ السعودية: وزير اليمني لعكاظ قضية الخالدي طور الاهتمام، وشرذمة نفذت الاعتداء على وزير النقل وحريصون على تأمين البنية التحتية. العرب القطرية: الرئيس اليمني في إجراء تعديل حكومي والتمديد للفترة الانتقالية. الاتحاد الإماراتية: انزعاج أوروبي من بقاء صالح في اليمن. ومن أبرز عناوين الأخبار العربية نتابع: الشرق الأوسط: مئات الجثث تفضح المجزرة والأسد ثابتون مهما كان الثمن. البيان الإماراتية: السلطات المصرية تفتح معبر رفح في الاتجاهين.
الوطن المصرية مبارك من اسم يملأ الدنيا إلى مجرد زلة لسان. ونبدأ مقالات الرأي والتحليل يومنا هذا من مقال عباس الضالعي في عدن أونلاين: التغيير لا التمديد. أشار فيه إلى التسريبات التي كان البعض ينشرها هنا أو هناك عن مقترح التمديد الخاص بالفترة الانتقالية، مؤكدا أن هذه المطالب والتسريبات التي نفاها رئيس الجمهورية تأتي مخالفة لتطلعات الشعب في التغيير. مطلب التمديد الذي نسمعه هذه الأيام يجعلنا أمام استحضار واستقدام للمرحلة المأساوية لأكثر من 3 عقود خلت لتحل ما حل المرحلة التي سعى الشعب من أجل الوصول إليها، وهي مرحلة التغيير. التغيير الذي سلم أمانته الشعب إلى الرئيس الانتقالي هادي، وهو لا يزال محل ثقة هذا الشعب، وهو جدير بهذه الأمانة إن خلع عن نفسه جلباب صالح المخلوع ويلبس شخصية الرئيس الشرعي المنتخب ليكون الرئيس عبد رب منصور هادي صاحب الشرعية الحقيقية، ولأول مرة في تاريخ الحكم في اليمن الحديث. بشير المصباحي نقرأ له في التغيير نت مقال: نقطة الضعف التي يجهلها الرئيس هادي. طلب فيه رئيس الجمهورية بسرعة إصدار القرارات التي ينتظرها الشعب ويطالب بها الثوار في الساحات، مؤكدا أنها لن تلاقي معارضة من بقايا النظام السابق، لا لشيء إلا أن هناك سرا لا بد أن يدركه الرئيس هادي، الذي قد لا يدركه الرئيس هادي فيما يحدث حوله، وأن الأمر إذا وصل إلى إصدار تلك القرارات المنتظرة فإنه لن يكون بوسع من يخشى من ردة فعلهم سوى الالتزام بمضمون تلك القرارات حرفيا والعمل على إزاحة كل العقبات في طريق تنفيذها، وذلك ليس حبا للوطن أو خوفا على الأمن والاستقرار في البلد أو حتى انصياعا لقرارة الرئيس نفسه، ولكنهم سيضحون بموقعهم القيادي في مؤسسات الدولة بل وباليمن بأكملها إن اضطرهم الأمر، وإنما سيأتي حرصهم على تنفيذ قرار الرئيس حفاظا على أموالهم وممتلكاتهم وثرواتهم المكتسبة خلال فترة حكمهم، وعلى المبادرة الخليجية التي لا يمكن أن يقوموا بنسبها بعد أن كفلت لهم الحصانة من الملاحقة القانونية بكافة أشكالها. في يومية 14 أكتوبر كتب علي محمد راجح عن وضع لا يحتمل، استحضر فيه جملة من الأحداث التي عكست نفسها على الواقع المعاش في البلاد والتي جاءت في صورة عمليات إجرامية نفذها من لا يحب للبلاد الخير والاستقرار والأمان، داعيا إلى موقف حازم لمواجهة مثل هذه التصرفات الرعناء. الوضع أصبح لا يحتمل، ولا بد من نزع اللثام والإمساك بالزمام واقتياد كل من له علاقة أو أي صلة كانت من قريب أو من بعيد بدوائر العنف واستخدام القوة المسلحة خارج القانون في مختلف العملية الإرهابية الإجرامية التي تشهدها البلاد إلى ساحة القضاء، ليقول فيهم كلمته الفصل انتصار للعدالة وإظهار الحق بدون خوف أو لومة لائم، فقد بلغ السيل الزبا وبلغت القلوب الحناجر. أحمد ناصر الشريف في يومية الجمهورية كتب: 30 عاما مع المؤتمر الشعبي العام. أشار فيه إلى ما كان يتوقعه البعض مع ذكرى تأسيس المؤتمر 30 وضرورة التغيير التي كانوا يتوقعونها. لقد كان الكثيرون يتوقعون بأن مرور 30 عاما على تأسيس المؤتمر الشعبي ستشكل مناسبة يصارع أعضاؤه فيها إلى الدعوة لعقد مؤتمر عام يتم الإفساح فيه للشباب ليقوموا بعملية تغيير كبرى تتواكب مع التطورات والمتغيرات الجديدة التي تشهدها اليمن بفضل ثورة الشباب الذين يصرون على استكمال تحقيق أهدافها مهما حاول البعض الالتفاف عليها. الشريف في مقاله يعلل أسباب عدم حصول التغيير في المؤتمر الشعبي العام خلال هذه الفترة، مرجعا ذلك إلى عقلية من يدير الحزب ويحاول التشبث به.
لأن فقد الشيء لا يعطيه، فإن قيادته الحالية التي استنفذت كل ما في جعبتها وصار التجديد بالنسبة لها ومواكبة المتغيرات أمرا صعبا عليها، فإنها لا تريد إلا أن يظل المؤتمر الشعبي العام سيرا على النهج الذي رسمته له منذ تأسيسه ولم يتغير حتى اليوم، لأنها تدرك هذه القيادات أن حدوث تغيير في مبادئ وأدبيات المؤتمر الشعبي العام يواكب المستجدات، فإنها ستطير وسيتم التخلص منها، وهذا ما لم تسمح به إلا إذا واجهت ضغطا حقيقيا يطالب بالإصلاح داخل المؤتمر من أعضائه وقواعده التي ما تزال متمسكة به. وفي مواقع التواصل الاجتماعي نطالع ما كتبته الثائرة توكل كرمان عن قرار إلغاء اتفاقية تأجير ميناء عدن. يمكن القول أن قرار إنهاء عقد اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة مواني دبي العالمية هو القرار الوحيد المهم الذي تم اتخاذه في عهد الحكومة التوافقية. وعن الطائفية وبغضها، كتب محمد اليمني على صفحته على الفيسبوك مستغربا منها ومن من يؤمن بها. كم صرت أنقض الطائفية؟ أصبح الشيعي في اليمن يقف مع الشيعي في البحرين، يقف مع الشيعي في لبنان، مع الشيعي في الكويت، مع الشيعي في كل العالم، حتى لو كان الذي سيقف معه يرتكب كل الموبقات المهم شيعي. نحن عشنا وتربينا على أن كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو أخوك ويحرم عليك دمه وماله وعرضه، ويجب أن تحب له ما تحب لنفسك، بل كل يمني محبته وأخوته واجبة. فيصل علي كتب عن المؤتمر ومستقبله وارتباطه بما هو حاصل الآن. المؤتمر بين خيارين، إما البقاء في السلطة مع هادي أو التمسك بذيل المخلوع المتمرد وإنهاء الحزب من الوجود قبل انعقاد مؤتمر المؤتمر. الدكتور عائض القرني وجه خطابا لثوار سوريا الأشاوس طالبهم فيه بالثبات وأكد لهم أن النصر قادم لا محالة. أيها السوريون الأبطال، اجلسوا على الشمس وسيروا على النجوم، لأنكم أعلنتم الجهاد على النظام الخائن عميل اليهود. الدكتور سلمان العودة نختتم بتغريدته على حسابه في تويتر عن السعادة، حيث يقول: عادة لا تولد السعادة مكتملة، قطرات تسقي تلك البذرة بصبر وحماية لها من المنغصات والمنقصات ودروس نستمتع بها. ونختتم حديث الصحافة بهذه الرسوم: إحصائية لعدد شهداء الثورة السورية على مستوى كل محافظة. الحياة اللندنية، دماء السوريين لا تستاهل غير الدموع دوليا. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.